حلقتنا بتكفي وبعد ما كنا بتغطية لأبرز فعاليات مهرجان السينما الأوروبية 2011 يلي شهدته سينما متروبوليس بالأشرفية وصل هالحدث السنوي إلى نهايته ليعطينا موعد جديد السنة اللي جاية. هالمهرجان يلي جمع عدد من الأفلام من كافة البلدان الأوروبية عم بيأكد مع كل دورة جديدة إنه لبنان هو بلد الانفتاح والثقافة والتعدد، وإنه كل هالكلمات منا مجرد شعارات إنما وقائع منعيشها بحياتنا اليومية وبهيك أنواع أحداث واحتفالات. تقرير عن الحفل الختامي. مهرجان السينما الأوروبية أصبح محطة سنوية بينتظروها كتار من 18 سنة. بنهاية هالدورة 18 اختارت البعثة الأوروبية تكريم الفنان الراحل محمود مبسوط بوضع مقطوعات من أعماله المختلفة يلي قدمها على مدى سنوات، وبعدها تم عرض فيلم أفتر شيف للمخرج هاني طبع يلي حصد جائزة سيزار عام 2006 واللي أدى فيه محمود مبسوط دور أساسي. صور معي الظهر من بيته من وقت ما ماتت مرته أيام الحرب. مرحبا، أنا أبو ميلاد الحلاق، بعتني هيدا جميل تبع الميني ماركت مشان يصير ريموت. لكن مشاني أنا؟ ليش محمود مبسوط؟ لأنه منعتبر نحن أنه محمود مبسوط هو شخصية كبيرة بعالم الفن بلبنان، إذا كان بالكوميديا وإذا كان كمان بالدراما، وبيستاهل أنه مهرجانات أو لبنان أنه يكرم فنان مثل محمود مبسوط، بقى حبينا نحن نوجه له التحية بتكريم فنان صديق قضى حياته بالفن ومات في سبيل الفن. هالفنان الكبير خلق بطرابلس ومات بالجنوب واندفن ببيروت، هيدي كانت أمنيته إنه يموت على خشبة المسرح، والله استجاب له هالأمنية. بنقول له لمحمود الله يرحمك يا محمود، لأنك قضيت عشت كفنان كبير بس مت كفقير عظيم. كان كتير سريع البديهة، يعني مثلا يفوت يقول لي زغلول يلا بدنا نعمل مشهد، بقول له كيف بدنا نعمل مشهد؟ بقول لي بتقول انت هيك وانا بقول هيك، وانه نروح بالمشهد شي ربع ساعه بس نحكي، هو يحكي كلمه وانا احكي كلمه. كان عنده سرعه البديهه كثير، كان عنده نوع من اللي قادر يركب الفكره، بس يفوت بالفكره يفوت على طول، وكان انسان عم بقول لك فنان عظيم جدا. كان رسماله الله يرحمه محبه الناس، وهذا الارث كبير اللي ترك لنا اياه، فالحمد لله. هذا التكريم المعنوي اللي عم ناخده هلا من خلال السينما الأوروبية ومن خلال عدة مرات اتكرم فيها قبل، عم يعطينا هيك نوع من المواساة لهيك والحنين، وعم نحس بمحبة الناس. محمود كان لازم يعمل عملية قلب، بس كان خيفان يعمل عملية قلب من شان ما ينقال انه محمود مبسوط معه بالقلب، كان خيفان يبطل حدا يشغله او حدا يطلبه على سفر لبرا، فما عمل عملية القلب بس من شان يقدر يعيش. ودايما يعني بيقولوا من تبا لهذه الدولة اللي تاريخيا الفنان فيها ما عنده حق من حقوق الأبسط، من يعني حق من حقوق الإنسان أنه يكون عنده ضمان صحي، ضمان اجتماعي. في قانون أقر من 3.5 سنين بمجلس النواب والحكومات المتعاقبة مخبيته بالجارور، عيب وميت عيب من شان صورة لبنان، من شان الإنسان بلبنان، من شان الفنان بلبنان. استحوا على حالكم، ظهروا هالقانون وقروه. يعني دايما إذا بدنا نشوف الضحكة هي من وراء هالرعيل الجبار الكبير اللي أغلبية الوقت بيرتكز على الارتجال. حتى بهيدا الفيلم رغم أنه كان عنده نص كتير حلو هاني طنبا، لكن قدر كمان كفنان بيرتجل بشكل فظيع ودقيق، قدر دخل نكهته محمود مبسوط. خلال الحفل أيضا تم توزيع جوائز لأفضل 3 أفلام قصيرة طلابية عرضت بهالمهرجان، ففاز بها الجوائز وسيم جعجع من الجامعة اللبنانية،
ليا لحود عن فيلم ملح من جامعة الكاسليك، وفيلم إلى بعلبك لسمير سرياني من جامعة الكاسليك. هالمهرجان عرض 20 فيلم قصير من كافة الجامعات اللبنانية، واستمر على مدى أسبوع ونص، عرض أفلام من كافة أنحاء البلدان الأوروبية بحضور بعض المخرجين يلي أتوا خصيصا للمشاركة بعرض أفلامهم. من ناحية أخرى، تم عرض فيلم طيب خلاص يلا للمخرج اللبنانية رانيا عطية ودانيال غارسيا. هالفيلم حصد جائزة اللؤلؤة السوداء ضمن مهرجان أبو ظبي السينمائي بالدورة الأخيرة، والفيلم بينقل واقع إنساني قاسي ومرتبك. مع قبليات من المسيحيين والعلويين، قديماً عرفت طرابلس ببساتين البرتقال الواسعة، وخلال فصل الربيع كان زهر الليمون يعبق في الأجواء ليخلق عطراً رائعاً مالئاً المدينة وضواحيها. أفلام أوروبية تعرض لأول مرة بلبنان والشرق الأوسط، معظمها أفلام غير تجارية، وتضمنت هالدورة حوالي 33 فيلم روائي من كافة أنحاء البلدان الأوروبية. ومن مهرجان الأفلام الأوروبية رح منكون مع المخرجة رانيا عطية بفيلم ختامي طيب خلص يلا، اختتموا فيه المهرجان. أهلا وسهلا فيك رانيا. طيب خلص يلا هو فيلم لبناني عم بيشارك بسينما بمهرجان سينما الأوروبية، وهو كان حفل الختام. برأيك، أو خلينا بالأول نحكي عن قصة الفيلم. هي قصة شاب صورتي كله بطرابلس، مزبوط؟ مزبوط. الفيلم تصور بطرابلس مع ناس من طرابلس منهم محترفين. القصة عن شاب بآخر الثلاثينات أو أوائل الأربعين بعده عايش مع أمه بالبيت، وعن علاقتهم كتير كودبندنت. وبالفيلم فجأة أمه بتتركه وتروح على بيروت، وبصير الفيلم عن المغامرات تبع الشاب يكتشف مدينة طرابلس لأول مرة ويعمل علاقات جديدة مع ناس ما بحياته ويكبر يمكن. لكن هي قصة شاب عنده تعلق بأمه وعنده كمان تعلق فيه، لناحية ما تم هالانفصال صار عم يكتشف الحياة بعيدا عن حضن وصلتة أمه كمان بنفس الوقت. ليش هالقصة بالتحديد وليش بطرابلس؟ بطرابلس لأنه أنا من طرابلس. كان جاي عبالنا نعمل فيلم بطرابلس. عملنا فيلم قصير سنة الماضية بطرابلس، فيلم العالم عجبون، ففكرنا فينا نرجع نعمل فيلم طويل عن طرابلس. غير أنك من طرابلس، طرابلس شو قدمت لي كمشهدية، كمواضيع، كإلهام؟ كيف خدمت القصة يعني؟ في الكاركتر هو المهم، هو كاركتر الشاب اللي بطرابلس بس المين كاركتر، بس كمان طرابلس از كاركتر بالفيلم. عن كمدينه كست فور ذا اكشوال ناريتيف، يعني كمسرح تصوير يعني. طيب رانيا، ليش نقيتي هيدي القصه؟ كيف خطرت على بالك؟ في شيء يعني في شيء خلفي دفعك انك تكتبي عن هالقصة او تعمل اخراج هالقصة؟ بس لانه بعرف كثير اصحاب بعدهم قاعدين مع اهلهم بطرابلس يمكن، و افتكرت انه يعني شو بدك تفرجي من هيدي القصة؟ بدك تفرجي انه لازم الواحد يستقل، بدك تفرجي مش غلط انه يضل عايش مع اهله، شو بدك تفرجي؟ ما كان بدي فرجي شيء، كان كان يمكن بدي بس اطرح اسئلة او او شوف certain case. يمكن اذا بتحضر الفيلم حالات معينه بتلاقي انه لازم كان يضلوا مع امه، اذا حضرتي يمكن بتلاقي حسب الاكسبيرينس تبعيتك بس. نعم، لكن احنا رح نواكب حياه هذا الشاب يلي اكيد في تقاطعات بحياته بتشبهنا وبتشبه كثير ناس. تعاطيتي مع ممثلين غير محترفين يمكن بتعرفيهم يمكن من العائله يمكن تعرفتي عليهم، ليش هالاختيار بأول فيلم لإلك؟ ليه ما سهلتي عليكي وجربتي تعطي مع أو تشتغلي مع ممثلين وممثلات محترفين؟ كان عملنا الفيلم كتير بسرعة أول شيء، وكتير لحالنا. الكرو كان بس أنا ودانيال.
دانيال غارسيا يلي هو كتب معي واخرج وعمل الكاميرا وعملت الصوت. سو كانت كثير انتيم العمليه. بس صرنا عاملين كذا شورت فيلم اول افلام قصيره كلها بنفس الطريقه مع ممثلين غير محترفين بغير حتى بلاد بالعالم. عندنا سيستم نشتغل فيه مع ناس غير محترفين. صرنا نعرف كيف نعمل لهم دايركشن. اسهل؟ لا مش اسهل بس غير طريقه اخراج بالمره. والنتيجه على الهواء على الصوره كمان مختلفه بتحسيها؟ ايه لانه بالنسبه لنا اذا بتنقي ممثل غير محترف يلي قريب الرول تبعه من الرول يلي عم يلعبه في شيء عفوي يعني طبيعي بتنقي الاشخاص كثير عايشين شوي او شوي عايشين حياه بتشبه الشيء اللي رح بيمثلوه بالفيلم. يا هيك يا اما في بيقدروا يفهموا يا اما قراب منه. اذا ما هن بيفهموا قراب من الشخصيه يلي عم يلعبوها ففيهم. الفيلم اخذ اكثر من جائزه وبتمنى له بعد انه ياخذ جوائز. اذا بتعطينا فكره وين تقدم الفيلم خارج لبنان وعلى شو حصل؟ الفيلم افتتحناه بأبو ظبي هذيك السنه وربحنا افضل مخرجين جدد من العالم العربي وبلشنا نعمل فيستيفالات بكل العالم. لعبنا مؤخرا بالميوزيوم اوف مودرن ارت بنيويورك وهيدا الاحد ربحنا بتورينو. ثانك يو. وربحنا بفرنسا ببلفور. وواحد من الممثل الاساسي اللي هو مش محترف ربح افضل ممثل كمان بفلسطين. شو اسمه؟ دانيال ارجوني. رانيا انت عايشه بامريكا مزبوط وتخرجتي من امريكا واشتغلت كثير مع محترفين يمكن بامريكا. قد ايه برايك القصه اللي عملتيها بالفيلم تشبه مجتمعات ثانيه غير بلبنان ولا لا بس بلبنان؟ لا انا كان بدي اعمل بس فيلم عن لبنان بس لما نروح على فيستيفالات صرنا نلاحظ انه في كثير عالم بيلاقوا القصه كثير قريبه منهم خاصه بلاتين امريكا او بامريكا اللاتينيه او بايطاليا مثلا يمكن كثير قراب من الكلتشر تبعيتنا ف يعني بيلاقوها يعني في مجتمعات اكثر من نص عن طرابلس. في مجتمعات ثانيه بتشبه مجتمعنا. ايه طبعا كمان. طيب اذا بدنا نحكي عن المشاريع الجديده للفيلم يعني اكيد طبعا عرض ضمن مهرجان السينما الاوروبيه ببيروت بس كثير ناس ما قدروا يشوفوه. هل رح ينعرض ببيروت بغير مطرح او بنفس المطرح بموعد ثاني؟ ان شاء الله بده ينعرض بمتروبوليس بجانيوري لكن بمتروبوليس بالاشرفيه مع بدايه السنه الجديده بكانون الثاني. بعد فيلم طيب خلص يلا شو المشروع الجديد؟ في مشروعين واحد بنحب نعمله بنيويورك وواحد بلبنان. اكيد طرابلس بيكون بارت فيه بس ما حيكون بس عن طرابلس. نحن ما رح نكشف كل المشاريع رح نخليها لوقتها وساعتها بيكون بلكي لنا حديث ثاني معك عن المشاريع الجديده وتكون صارت على الارض اكثر. رانيا عطيه موفقه ومبروك كل الجوائز اللي حصدها فيلم طيب خلص يلا. نحن خلص وقتنا طيب يلا نروح على فاصل وبنرجع. Vous souvenez-vous avoir eu des contacts physiques ou sexuels avec une personne mineure ? La société...